أفهمت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بالقصر الرئاسي وفد من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيادة السيد عادل عبد الله خلف. نقشت خلال المقابلة الكثير من المواضيع التي تخص التجارة والاقتصاد. دكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية يستقبل وزير خارجية الكونغو الديمقراطية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، يسعدنا أن أصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء، وننوه سيادتكم بأنه سيكون معي بعد قليل ضيف النشرة لهذا المساء وزير البيئة أحمد أنبدو محمد بعد قليل. استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزير خارجية دولة الكونغو الديمقراطية الذي جاء إلى البلاد حاملا معه رسالة خطية من رئيس دولة الكونغو جوزيف كابيلا إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. عائشة خليل. تقديرا لجهوده الناجحة والملموسة في استدباب الأمن والسلام في المنطقة وخبراته الطويلة في المسيرة السياسية والديمقراطية ومشاركته في الصلح والسلام بين أبناء القارة السمراء والتي شملت عدة دول إفريقية، من هذا المنطلق يستقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نائب وزير الشؤون الخارجية لدولة الكونغو الديمقراطية السيد آجي آش ماتيمبو توتو المبعوث الخاص للرئيس جوزيف كابيلا. المقابلة حضرها كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة إبراهيم حسين طه والأمين العام برئاسة الجمهورية جمعة عربي ومدير المكتب المدني عيسى علي طاهر ومستشار رئيس الجمهورية في العلاقات الدبلوماسية مختار واوا دهب ومرافقي وزير خارجية الكونغو الديمقراطية. على هامش المقابلة انتهز الوزير آجي آش ماتيمبو الفرصة وقدم الرسالة الخطية التي بعثها جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نظيره الشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مفادها تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبين دول المنطقة لا سيما التي تساعد في استدباب الأمن والسلام في إفريقيا. نائب وزير الشؤون الخارجية في دولة الكونغو الديمقراطية عقب خروجه من اللقاء: أنا ممنون جدا لهذه المقابلة لأني التقيت برجل إفريقي من الطراز الأول وتهمه من الدرجة الأولى القضايا الإفريقية، وتطرقنا أيضا في المقابلة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالشباب وخاصة انتخاب مجلس الشباب الإفريقي والذي تجرى أعماله حاليا في العاصمة السودانية الخرطوم، وتناولنا مع رئيس الجمهورية أيضا مواضيع أخرى تخص دول إفريقيا المركزية. بهذه التصريحات يقادر نائب وزير خارجية دولة الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له القصر الرئاسي متمنين المزيد من التقدم والتنمية والرفاهية للشعب التشادي. استلم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمكتبه أوراق اعتماد سفير الجديد لدولة تركيا بالبلاد بحضور وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتكامل الأفريقي إبراهيم حسين طه ومساعدي رئيس الجمهورية الحبيب حامد. تزداد العلاقات التركية التشادية تعمقا يوما بعد يوم، وتعتبر مناسبة اليوم تدويجا لثالث سفير مفوض فوق العادة ومطلق الصلاحية للدولة التركية العظمى في البلاد. ويأتي هذا التتويج بتقديم أوراق اعتماد السيد أردال صبري أرغان كسفير مفوض فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تركيا في تشاد مع إقامة دائمة في العاصمة أنجمينة. السيد أردال صبري أرغان موالي 67 حائز على شهادة الإجازة في العلوم السياسية والاقتصادية عام 91 من جامعة لندن. حمل عدد كبير من الحقائب الدبلوماسية لبلاده في مختلف دول العالم النرويج الهند والاتحاد الأوروبي ومسؤول علاقات الدفاع والعلاقات العامة للجمهورية التركية في حلف شمال الأطلسي وعمل في عدد من الوزارات في الجمهورية التركية متزوج وأب لطفلين. مناسبة تقديم أوراق الاعتماد التي حضرها وزير العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي السيد حسين إبراهيم طه ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية السيد عيسى علي طاهر والأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد جمعة عربي أعطت فرصة لسيد أردال صبري ليستعرض لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تطور العلاقات التركية التشادية في مجالات التعاون سيما الاقتصادية، منها حيث تعمل الجمهورية التركية الآن في عدد من المشاريع الحيوية في البلاد وأبرزها سلخانة جرامايا لتصنيع وإنتاج اللحوم ومشتقاتها بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. وتعمل تركيا أيضا في مجالات البنية التحتية وغيرها من المشاريع كالتعليم والصحة، وكانت الجمهورية التركية حاضرة وبشكل كبير ومتميز في أعمال الطاولة المستديرة للبرنامج الوطني للتنمية في تشاد والذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس في مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وعقب خروجه من المقابلة وتقديم أوراق اعتماد رئيس الجمهورية إدريس ديبي نو، أكد سفير تركيا الجديد بأنه سيعمل عن كثف في تفعيل كل الاتفاقيات الموقعة بين بلاده وتشاد في مجالات عديدة التنمية، وقال بأنهم يعملون الآن على أكثر من 50 مشروع في تشاد ويدرسون تنفيذ أكثر من 10 مشاريع حيوية أبرزها تلك التي تتعلق في مجالات الصناعات الخفيفة وفك العزلة وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية. وقال أيضا بأنه يثمن جهود الحكومة التشادية المتمثلة في شخص فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي نو من أجل توفير الأمن ومحاربة الإرهاب في عموم القارة الأفريقية. وقال أيضا بأن الجمهورية التركية وتشاد تتقاسمان أهدافا مشتركة لتنمية شعبيهما بشكل خاص وشعوب منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام. استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وفد من صندوق أبو ظبي للتنمية يترأسه السيد عادل عبدالله خلف. نقشت خلال المقابلة العديد من المواضيع المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والتنمية بالبلاد. الحبيب حامد. دعم البرنامج الوطني للتنمية التشادية الذي انعقد في شهر سبتمبر المنصرم وإيجاد سبل كفيلة ومتواصلة وفتح آفاق واسعة النطاق بين البلاد وصندوق مدينة أبوظبي للتنمية هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأعضاء صندوق التنمية في مدينة أبوظبي بقيادة السيد عادل عبدالله خلف الحسني. مقابلة كانت واسعة وتحولت إلى جلسة عمل جمعت كل من وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف ووزير الزراعة أبو توري والمعداد السيد جمر سيلي ووزير البيئة والصيد الدكتور أحمد مبودو محمد ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نجيتو أمباي ووزير العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي حسين إبراهيم طه ووزير التجارة والصناعة وتطوير الحرف اليدوية السيد محمد حامد كوا وعدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية بالمكتب المدني والأمنة العامة وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في البلاد محمد علي مصبح علي الشامي. وطرحت المقابلة عدد من الملفات الحيوية وذات صلة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والبنية التحتية وفك العزلة وغيرها. وخلال المقابلة أكد رئيس الوفد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن الصندوق عزم بشكل كبير في تنفيذ ما وعد به البلاد في برنامج التنمية الوطنية وأنه يواصل في تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة في إطار الطاولة المستديرة لحشد الدعم البرنامج الوطني للتنمية التشادية. وأكد أيضا بأن الإمارات العربية المتحدة ومن خلال صندوق مدينة أبوظبي للتنمية سيبذل قصارى جهوده في تمويل عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الخفيفة وغيرها. وأكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في البلاد محمد علي مصبح علي الشامي بأنه تلقى توجيهات عليا من سمو أمراء دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين بلاده وتشاد في دعم كل المشاريع الحيوية عبر صناديق الإمارات. وأكد أيضا من هذه المقابلة تندرج أيضا في إطار الطاولة المستديرة التي نظمت بخصوص دعم البرنامج الوطني للتنمية في مدينة دبي أواخر شهر سبتمبر الماضي. هناك توجيه من فخامة الرئيس للتركيز على ثلاث قطاعات في بداية الأمر، هو قطاع الزراعة وقطاع الري، هناك تركيز أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتصدير الثروة الحيوانية، وهناك أيضا توجيه من فخامة الرئيس راح نركز أيضا على موضوع الجزء من البنية التحتية التي تحتاجها المنظومة الاقتصادية. هذا وتمخدت المقابلة عن تشكيل لجنة مسقرة تجمع خبراء اقتصاديين من الدولتين وتشارك فيها كل الوزارات المعنية بالخصوص. اجتمع كل من وزير الثروة الحيوانية والزراعة الاقتصاد والتخطيط والتجارة بالوفد صندوق أبو ظبي للتنمية زائر للبلاد في إطار دعم البلاد في خططها التنموية. أحمد آدم. تحقيقا لوعودها التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشاد أثناء الطاولة المستديرة التي عقدت بباريس عن الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 ومنتدى أبو ظبي للاستثمار في تشاد، جاء هذا الاجتماع الذي دم عدد من الوزراء ذات الارتباط المباشر بالتنمية في مقدمتهم وزير الاقتصاد والتخطيط ووفد صندوق أبو ظبي للتنمية برئاسة مدير العمليات وحضور سفير دولة الإمارات العربية في تشاد. افتتح اللقاء وزير التخطيط والاقتصاد إنغايتو يامباي أولا شكر دولة الإمارات للبدء في تنفيذ وعودها وهي المبادرة الأولى من ضمن وعود الدول المانحة لمساعدة تشاد في خطتها التنموية. وأثناء هذا الاجتماع يتعرف شركاؤنا على المجالات ذات الأولوية المرتبطة بخطة الحكومة لتقديم الأفضل للمواطن التشادي وجعل تشاد في مصافة الدول الصاعدة.
ويقدم لنا آليات الدعم وكيفية الحصول عليها ودراسات الجدوى. وقدم الوزير للوفد القطاعات التي تنتظر تمويل الصندوق. أما سفير الإمارات في تشاد السعادة محمد علي الشامسي قال أن اللقاء هو تلبية لوعود باريس، وقال أننا تلقينا تعليمات من رئيس الجمهورية بالالتقاء بالمسؤولين التشاديين، وذلك لإعادة الاستقرار الاقتصادي في تشاد، ودعاهم للتركيز والعمل الجاد للخروج بنتائج المتمثلة في دراسة طلبات التمويل ثم الاتفاقيات والتنفيذ. وتم أثناء ذلك عرض من قبل تشاد متعلق بالخطة التنموية المعتمدة على الحوكمة الرشيدة ودولة القانون لبناء تشاد قوية، وهكذا عرض عن إنجازات الصندوق بدولة الأمارات وحول العالم خلال خبرته التي تصل ل 45 عاماً.